تحية لك عمر. في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة، طلبة الأوائل في الجامعات والمعاهد بين قوانين معطلة وحقوق مسلوبة، متى تنفذ القرارات المشروعة؟ ابقوا معنا. نود إعلام الخريجين الأوائل على الكليات والمعاهد الحكومية الصباحية للعام الدراسي 2017-2018 بأن الوزارة ستشرع بإجراءات شمولهم بسياقات التعيين بعد استلام أسمائهم من الجامعات والمعاهد. هذا ما جاء في تصريح وزارة التعليم العالي العام الماضي بعد أن تعالت الأصوات والمظاهرات بتطبيق قانون 67 العام 2017 والذي أقره ووافق عليه مجلس النواب وتم المصادقة عليه ونشر بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 17 تموز 2017 والذي يلزم الجامعات والمعاهد الحكومية كافة بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية من الدرجات المخصصة لها أو من درجات حركة الملك. قرارات وتعليمات وتشريعات منذ عام 2017 حتى اليوم لم ترى النور بسبب تناقضات وزارية من جهة وعدم وجود درجات وظيفية من جهة أخرى بحسب تصريح الوزارة، ليبقى المتميز والمجتهد والمبدع في العراق حبيس القرارات والخلافات والفساد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونوه بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالتعليق على عنوان الحلقة وأيضا بإعطاء آرائكم من خلال الرسائل الخاصة عبر صفحة البرنامج ومشاكلكم وأيضا بالتعليق عبر تويتر وبمشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة تلفزيون الشرقية أو بالاتصال والمشاركة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا بإرسال آرائكم وقصصكم والصور ومقاطع الفيديو ومشاكلكم عبر التليجرام الرقم الظاهر أسفل الشاشة. خلال الأيام القليلة الماضية وصلتنا عشرات الرسائل من الخريجين الأوائل من الكليات والجامعات ومعاهد مختلفة في محافظات عراقية مختلفة يطالبون بحقهم بتنفيذ القانون اللي ما يعرفون شنو السبب حتى هاي اللحظة، بالرغم من التظاهرات، بالرغم من الوعود، بالرغم من التصريحات، بالرغم من التوضيح. استمعنا إلى تصريحات كثيرة من قبل جهات برلمانية ولجان برلمانية حول تخصيصات مالية في موازنة 2019. أيعقل بأنه منذ عام 2017 وحتى هذه اللحظة بأنه قوانين تشرع داخل قبة البرلمان وتنشر وتصريحات من أيضا وموافقة مجلس الوزراء وبالإضافة إلى موافقة اللجنة المالية ووزارة المالية ووزارة التعليم العالي، وحتى هذه اللحظة هذا القرار لم يرى النور، ما بين دراسة مسائية غير مشمولة وما بين عدم وجود درجات وظيفية ما بين وجود عدم وجود تخصيصات مالية، ويبقى الطالب المجتهد والمتميز ما بين هذه الوزارات ما بين هذه القرارات والتوضيحات التي لم تغير من واقع المجتهد والمتميز العراقي والمبدع العراقي شيء. أحمد من الموصل مساء الخير. أحمد؟ نعم أستاذ، أسمعك، شلونك، أخبارك؟ تحياتنا لك أستاذ. اليوم الحلقة إن شاء الله بخصوص الأوائل غير. نعم أستاذ العزيز، إحنا صدر هذا القانون بخصوص قانون 67. نعم. صدر بال 2017. نعم. ووافق عليه رئيس الجمهورية وبعد ذلك تم نشره بالجريدة الرسمية. نعم. لكن لحد هذا اليوم القانون معطل في مجلس الوزراء، وفي سنة 2018 تم الالتفاف على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء. نعم. اللي يصدر قانون يقضي بتعيين الطلبة الثلاثة الأوائل فقط على الكلية أو المعهد، بينما القانون الأصلي قانون 67 ينص على تشغيل الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام في الجامعات والمعاهد. أنت نعم. تعرف أغلب الكليات يعني تتكون من أكثر من قسم وقسمين وثلاثة، فصار غضن كبير بحق الطلبة الأوائل، يعني الطالب يجتهد ويدرس حتى بعد ما يخلص يشوف نتيجة تعبه. نعم. لكن للأسف الشديد نرى
مثل ما تعرف بالعراق الوضع مختلف تماما، الطالب المجتهد يدرس ويخلص ويتفاجئ حتى بالاخير كل شيء ما يلقى. انا هسه احكي معك، انا من الاوائل، انا هسه اشتغل عماله، بينما يجي ابو الواسطه وغيرها لا تعب ولا شيء، يدفع مبلغ مالي ويتعين. فهذا غبن في رسالة، احنا على تواصل مع عدد من النواب، النواب اللي يعملون بالوقت الحاضر ايش يعمل؟ يبعث مناشده او يبعث كتاب الى مجلس الوزراء يطالبون بتفعيل قانون 67. نعم. فقانون 67 لحد الان لم يطبق، وكنا نتمنى انه اليوم جنابك مشكور طبعا انت يعني استجابت هذا واجبنا، يعني احنا هاي مو المره الاولى يعني احمد، هاي مو المره الاولى اللي نحكي حول هذا الموضوع من سلطه الضوء على هذا الموضوع. يعني منذ لحظه من عام 2017 حتى هذه اللحظه، يعني بقرارات بتصريحات اللي ما غيرت من واقعكم انتم الطلبه الاوائل، من المفترض بان تكون لكم اهتمام، لكم رعايه بحصولكم على درجه وظيفيه، خصوصا بانه القانون مجلس النواب ومجلس الوزراء ضمن حقكم بمجمل من الفقرات والقوانين بان اذا كان يعني عقد او اجر يومي تحتسب ايضا مدة العقد والأجر اليومي لأغراض التقاعد، وأيضا يعني قبولكم في المعاهد والجامعات العراقية الحكومية كلا حسب اختصاصها. فبالتالي ما حدد جهة معينة أو كلية معينة، شمل جميع الأقسام. شنو اللي تغير وشنو التحرك اليوم اللي يتخذه الطلبة الأوائل في سبيل كسب الحقوق وإعادة تفعيل هذا القانون؟ والله استاذ انا عن نفسي كممثل عن نينوى للطلبه الاوائل الثلاثه على الاقسام، يعني حاليا ما خلينا باب نائب وما طرقنا، عده نواب موعودين خاصه من الموصل عندنا على اساس انه هذا الاسبوع لقاءات معهم، بس النائب ايش يعمل؟ كل ما يعمل هو توجيه فقط كتاب لتنفيذ هذا القانون، احنا هذه الصراحه ما تخدمنا. وكنا نتمنى من حضرتك انه اليوم تستضيف احد من مجلس الوزراء او ممثل عن وزاره التعليم العالي، كون هالجهه المخوله يعني بنفس القانون. طيب. انه تصدر تعليمات تنفيذ هذا القانون. مجلس النواب يقول لك يعني اصدرت هذا القانون وهذا القانون شره، فانا بعد ما لي دور انا سويت اللي علي، والكره الان بملعب مجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو المعطل لهذا القانون. يعني بحجج واهيه. طيب. مجلس وزاره التعليم العالي مصدر كتاب بال 2018 يقول عدم يعني شلون يعني مثل ما يقول ما قانوني هذا يتعرض مع قوانين سابقه بخصوص الاوائل. زين اذا تقولون هيك زين هذا القانون اللي اصدر مجلس الوزراء القاضي بتعيين الثلاث الاوائل فقط على المعاهد والكليات. نعم. هذا ايضا يتعارض مع القوانين النافذه السابقه. طيب. بس لان اصدر هذا القانون من الجهه التنفيذيه تم تنفيذه مباشره، بينما قانون مجلس النواب اللي يشر تم يعني نشره في الجريده الرسميه هذا معطل لحد الان. نعم. يعني احنا بس نناشد وما ظل باب ما طرقناه، واخرها جنابك الكريم لا نعرف انت وقفاتك السابقه المشرفه مع الطلبه بصوره عامه. نعم احمد، يعني ما بين تصريح وزاره التعليم بانه احنا من زايد على الطلبه الاوائل ومضمون حقهم اذ ما توفرت الدرجات الوظيفيه، وفي المقابل ايضا تصريح اخر بانه القانون اكو نقطه اذا تسمح لي. نعم. اذا تسمح لي اكو نقطه بالفقره بالقانون تقول اذا اعتذرت بشكل خطي الجامعات والمعاهد عن تعيين الطلبه الثلاثه الاوائل على الاقسام فممكن تعينهم على الوزارات الاخرى كلها حسب اختصاص، فاحنا هسه تراضين يعني ما شرط الا نتعين على وزاره التعليم العالي. نعم. اذا ماكو يعني عندهم خلنا نقول ما يقدرون يستوعبون الاعداد، لان وزاره التعليم العالي حجتها في كل مره يخرج احد المسؤولين بالوزاره يقول احنا ما نستطيع نستوعب هاي الاعداد الكبيره، فاذا ما يستطيعون مثل. نعم. ما موجود بنفس القانون تعتذر الجامعات او المعهد عن استيعابنا، موجود بنفس القانون يقول كلا حسب اختصاصي، او التربيه على وزاره التربيه او الزراعه على وهكذا في بقيه الاختصاصات. نعم. فللاسف يعني فقط مماطله وتسويف من اجل اخذ حقوق الاوائل. نعم. لا اكثر ولا اقل، يعني اي حقوق للاوائل بالعراق ما موجوده للاسف الشديد. احنا نعول على كم صوت حرم امثالك استاذ انه ان شاء الله توقفون معنا حتى نستحصل الحقوق. احنا مستمرين وياكم احمد. احد من المسؤولين التزم. نعم. وكنا نتمنى انه اليوم تستضيف احد من مجلس الوزراء. المشكله هي مو بالاستضافه، مو بالاستضافه احمد، يعني مثل ما قلت لك بانه اليوم تصريحات متناقضه. استاذ من 2018 والامر معلق بالله ما بين وزاره التعليم. لو ازودك بالمناشر. نعم. استاذ انت تحكي هسه انا مثل ما قلت لك انا كدوري كممثل هسه اذا ازودك بالمناشدات اللي انا مناشد النواب بها. نعم. يعني انا هاي صار ثلاث ايام
شو اقول لك 50 نائب يعني مناشد، يمكن خمسه ولا سته فقط طيب. ردوا علي، وكنت اتصلت بهم اتصال شخصي، ايه وسنسعى وان شاء الله، بس مثل ما قلت لكم الناس النواب سووا اللي عليه. هسه الكره ملعب مجلس الوزراء حصرا. طيب. النواب يقول لك احنا اقرينا القانون الخاص بكم، احنا كجهه تشريعيه فقط، اما الجهه التنفيذيه هي اللي معطله القانون. نعم. وهذا اللي نص عليه الماده التاسعه من القانون، يقول على مجلس الوزراء اصدار تعليمات هذا القانون. نعم. فهي الان الكره كلها في ملعب مجلس الوزراء حصرا. تحياتنا لك احمد بن الموصل، ونعتذر منك ضيق الوقت ونشكر مشاركتك واتصالك، واحنا مستمرون وياكم احمد ولكل متابعينا ايضا المعلقين على البث المباشر بانه عندنا رقم تليجرام تقدرون تتراسلون ويانا تتواصلون ويانا، ارسال صوركم الكتب الوثائق صور مقاطع الفيديو ايضا عبر صفحه اغلبيه صامته. عامر من الدجال مساء الخير عامر. اهلا بسعدك. يسعد الجميع. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. عندي شغله قضية خاصة وليس عامة وليس لي. تفضل. اكو طلاب اكو موظفين طلعوا بثمانينات. نعم. طلعوا للخارج للدراسة وكملوا دراسة وما جوا لظروف معينة لأسباب سياسية. فجاهم رجعوا للوظيفة حاليا، رجعوا للوظيفة. زين. نحس بنا هاي اللي طلع بيها. طلع وين؟ يعني كان مفصول من الخدمة؟ طلع للخارج يدرس، طلع يدرس وما جاء بعد. طيب. ظروف معينة ما خلته يجي، ما جاء. نعم. نعم عمر. فمن جاء رجعته الوزارة، رجعته كموظف، بس ما حسبنا الفترة بين انقطاع رحته وجيته. نعم. نتمنى بأن توصل رسالتك إلى الجهات المعنية عامر من دجيال، وتحياتنا لك ولأهالي دجيال. فاضل من بغداد مساء الخير فاضل. كاظم مساء الخير عفوا. نعم كاظم. صح الاحوال. ناظم. لازم احنا اي نعم. نعم تحياتنا لك. الله يخليك. استاذ احنا بالنسبه لنا شويه موضوع شويه بعيد عنك، بس بالنسبه للطلاب الصف السادس العلمي والسادس المتوسط. نعم. اللي ما دخلوا وزاري، يعني ليها يعني اكو امر وزاري انه يدخلون دخول عام. والله حتى هاي اللحظه ماكو امر وزاري، يعني المواطنين يتواصلون ويانا عبر التليجرام. وتقدر بأن تتابع الموقع الرسمي على الويب سايت لوزارة التربية، يعني إذا كان هناك قرار يعني راح ينزل هذا أو يرفع أو ينشر هذا الخبر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية، وإذا كان هناك دخول شامل فبالتأكيد راح ننوه عنه من خلال الهواء، على الهواء من خلال برنامج الربيع الإسلامي وأيضا من خلال صفحة البرنامج. أشكرك. تحياتنا لك ناظم من بغداد. ما يخص قانون 67 والمطالبات والهاشتاج ايضا بتفعيل هذا القانون وبضمان حق الخريجين الاوائل، اليوم الخريج المتميز الاول على الجامعه والاول على المعهد اللي ما يقل معدله عن 82 او 85 او اكثر من هذا الرقم، بعد هذا ما شرع هذا القانون وبعد التظاهرات اليوم بان تصريحات كثيره خلت الخريج في حاله من التشتت، ما يعرف لاي جهه يطالب، ما بين وزاره الماليه، ما بين مجلس الوزراء، ما بين تصريحات وزاره التعليم العالي اللي ذكرت بانه يتعارض مع القوانين النافذه، وفي نفس الوقت ايضا في تصريح اخر لوزير التعليم السابق بان ضمان حق الخريجين الاوائل، ولكن اذ كانت توفرت درجة وظيفية فمن حقه بأنه يتعين على الملاك أو بأي وزارة كانت بحسب القانون. لو نرجع للتصريحات البرلمانية، لتصريحات الوزارة، لتصريحات مجلس الوزراء بعدم رفع الأسماء من قبل الوزارة، بعدم تخصيصات مالية في الموازنات السابقة، فبالتالي يعني اليوم مجلس الوزراء، مجلس النواب بمتابعة القوانين النافذة، بمتابعة القوانين التي أصدرها مجلس النواب، هل نفذت أم لا؟ اليوم أنتم مطالبون بتوضيح بإعادة الحقوق للخريجين الأوائل، إذا كانت ماكو تخصيصات مالية، وإذا كان يتعارض مع القوانين النافذة، وإذا ما يخدم الجامعات أو ما يخدم بعض الجهات، لماذا شرع هذا القانون كبقية القوانين الأخرى وخليته اليوم الخريج العراقي؟ مو بس فقط، لا ننسى بأنه قانون 59 أيضا اللي سلطنا الضوء عليه في وقت سابق اللي أيضا شرع
ونشر به جريدة الواقع وافق عليه السلطة التنفيذية والتشريعية، وبالتالي لم يطبق الوضع على ما هو عليه بالتظاهرات المستمرة وكذلك الحال للأوائل. هل مصير المبدع بالعراق بأنه يترك ويهمش ويهمل بهذا الشكل، خصوصا بأنه اليوم يتساءل بأنه خريج المعهد مهما كان معدله بأن يكون تعيين المركزي والأوائل يظل في دوامة ما بين وزارة التعليم ما بين وزارة المالية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وتمر الأيام والسنوات ويبقى على وضعه بدون أي حقوق بدون أي تنفيذ لأي قانون أو حتى فقرة واحدة من قانون 67. عندنا اتصال آخر من بغداد. مساء الخير وسام. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا أستاذ. تحياتنا لك. احنا أصحاب الشهادات العليا أستاذ. نعم. يعني مجموعة من الشهادات العليا بجميع الاختصاصات. نعم. أستاذ احنا ما خلينا باب ما طرقناه لنواب لمسؤولين. طيب. كانت الوزارات السابقة. آخر شيء البرلمان هو أصدر قرار بتعيين حملة الشهادات العليا وكذلك نعم. تخصيص نسبة من التعيينات. هذا الشيء ما معمول به لحد الآن. الوزارة طالبنا المسؤولين، تظاهرنا أمام مجلس الوزراء هذه الفترة قبل رمضان يعني كم أسبوع. نعم. لحد الآن أي مناشدة وأي استجابة لمطالبنا ماكو. يعني إحنا أصحاب شهادات عليا، اللي يشتغل تاكسي، اللي يشتغل عمالة، اللي عنده محل مال يعني شغلات بسيطة. مزيل. يعني إحنا ليش يجي هذا الـ يعني المعطلين، يعني معطلين وصورة يعني حقيقة ظالميننا بهذا الشيء. طيب شنو الفرق يعني اليوم بالعراق بين الحامل الشهادة واللي ما عنده شهادة؟ والله أصبحت سواسية يعني أستاذ، حقيقة هسه أصبحت سواسية بهذا الـ يعني إنسان يتعب ويجتهد ويدرس. نعم. 4 بكالوريوس، 3 ماجستير، 4 دكتوراه، يعني راح تقريبا 10 أو 11 سنة هو بس قراءة، بس بمرحلة القراءة وكتابة وجهد ومصاريف يعني بعدين ماكو يلقى نفسه انه هو تائه بسوق العاطلين عن العمل. يعني هذه مو انصاف حق هذه الشريحة المتعلمة المثقفة. وسام. نعم. التظاهرة دي قبل رمضان اللي كانت أمام مجلس الوزراء حسب ما أذكر. نعم. نعم. اللي سلطنا الضوء عليها وجمعتوا تواقيع. جمعنا تواقيع. جمعتوا تواقيع. قدمنا مطالبنا للسادة ممثل يعني طلع عن مجلس الوزراء. نعم. استلم مطالبنا ولكن لحد الآن أي وعدنا 10 أيام. وعدكم 10 أيام. وعدكم 10 أيام بتنفيذ قانون 59. نعم. شنو نعم بعد نعم تنفيذ قانون 59 كان في 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 قبل يعني قبل ما ينشرح هذا القانون. نعم. انه حجة الوزارة ماكو تخصيص مالي، ماكو كذا، ماكو. نعم. درجات وظائفية. البرلمان شرح هذا هسه، يعني حتى يعني نواب كثير من البرلمانيين يعني هم واقفين ويانا، ولكن هسه هو الـ 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 يعني الكرة في ملعب الوزاره ومجلس رئاسه الوزراء. لحد الان اي يعني اي يعني تحقيق اي يعني جزء بسيط المطالبنا ما. نعم. ملعب اي وزاره؟ الكره في ملعب اي وزاره؟ حاليا في وزاره التعليم العالي، في الوزارات، مجلس الوزاره، يعني. نعم. كثير من حمله اصحاب الشهادات العليا اليوم هم معطلين قصرا، يعني 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 حقيقه يمكن ما يعني هم عن قصد هذا الشيء اللي. نعم. لان هسه احنا يعني انا احكي لك عن نفسي، يعني حاصل على شهادة الدكتوراه، اشتغل حارس يعني هذا يعني حارس في شركة، يعني في شركة أهلية أستاذ. هل يعني هل معقول هذا؟ طيب. يعني أنا حاصل على شهادة الدكتوراه أعمل حارس، مشكلة، هاي جريمة بحقك، هذه جريمة. ونتأمل من نتأمل خير بالسيد الوزير. نعم. التعليم العالي، يعني قلنا ان شاء الله ينصف هذا، لكن. نعم. ماكو يعني حضرتك يعني دكتوراه باي اختصاص، باي قسم، من اي جامعه؟ بالعلوم السياسيه. بالعلوم السياسيه. زين. حتى جامعه اهليه ما حضرتك فرصه بين الجامعه الاهليه استاذ، يعني. نعم. الجامعه الاهليه هم للاسف انه اصبحت عباره عن للمعارف. طيب. للاصدقاء، للاقارب، يعني يلا يتعين. يعني ما خليت كليه اهليه ما يعني ما قدمت. زين. فيها ما. وسام يعني انتوا تظاهرتوا. نعم. امام وزاره التعليم. نعم. امام يعني من امام انا يعني متابع اخباركم،
تابع قضياتكم واخباركم امام وزارة مجلس الوزراء، وقابلتوا النواب ورحتوا ايضا للمراجع، قابلتوهم وقدمتوا مطالبكم. قابلنا النواب، قابلنا مسؤولين، قابلنا يعني اعتصمنا بدكتور عبد الرزاق العيسى حتى كان اعتصام عندنا، واخذوا مطالبنا وان شاء ووعدونا خير ان شاء الله. راح نصفكم، راح يعني اكو اخطاء كم فتره وان شاء الله نكون يعني نحقق مطالبكم، ولكن يعني يوم بعد يوم ما يعني ما. طيب شنو تحرككم القادم؟ شنو تحرككم القادم؟ يعني تعدكم ممثلين في كل المحافظات؟ والله استاذ احنا عندنا عندكم موقع رسمي على الفيسبوك. شنو تحرككم القادم؟ شنو اللي راح تطالبون او الورقه اللي راح تستخدموها؟ احنا ان شاء الله اذا ماكو راح يعني ناشد المرجعيه، ناشد الوزاره الخيريه انه ينصفون هذه الشريحه المتعارفه. نعم تحياتنا لك. شكرا استاذ. تحياتنا لك اخ وسام، احنا مستمرين وياكم ان شاء الله. اتصال اخر ايضا، ابو علي من بغداد. مساء الخير ابو علي، رمضان كريم عليك. علينا وعليكم اجمعين. نعم ابو علي، تعال الهواء مباشره. على الهواء. فدوى احنا عندنا منطقه بالرضوانيه بعد بعد منطقه المكاشن. نعم. تصير هاي المنطقه يعني قريب الخط السريع اللي ورا المطار، مطار الدولي. نعم. هاي منطقة أراضي زراعية كانت كلها متروكة من السبعينات، أخذها صدام حسين بوقتها وعوض كل أهاليهم. زين. ووزعها الحرس الخاص، الحرس الجمهوري. طيب. وسكنت، بنى بيها مدارس وجوامع ومستوصف وملعب رياضي. زين. هسا ورا سقوط هسا صار فترة، أهل القرى بلشوا يهددون، بلشوا يوميا موجهين انذار على أنتم متجاوزين. يابا احنا ما متجاوزين، احنا منطقه سكنيه وزعها صدام حسين بوقتها. طيب زين، احنا كل صدام كل ما يجي يعني اي منطقه موزعها صدام حسين يجون اهلها يفلشوها. زين والله انا ما ادري يعني، يا ريت تروح جو لان هواي جتنا ناس ماكو اعلاميين ما يخلوهم يطبون عليها. نعم. صراحه يعني اليوم ابو علي اليوم المنطقه اللي تذكرها شنو اسم المنطقه؟ وزعت للضباط، وزعت للموظفين، مجاورة محددة، بيعة الأهالي الجمهوري. طيب من الجهة اليوم اللي تقولكم بأنه تتجاوز وشو كنت تم بيها؟ أهلها اللي هم بيت علي يعني البعامر، بيت علي وشو بيت أصنع يعني اللي تم تعويضهم بعد ما اشتروا القاع من عندهم. تم تعويضهم من السبعينات. زين، وعدكم أوراق رسمية وثبوتية بأنه هاي القاع مالتكم؟ مو مالتنا، صدام حسين وزعها علينا. طيب بس عندك طابو، عندك مستمسك بانه هالقاع باسمك او هذا البيت باسمك؟ اكو البيوت، البيوت كل شيء عندهم يعني، احنا مو بيت وبيتين، مدينه كامله. نعم. مدينه كامله، هم لحالهم اعتراض يريدون يسوون اعتراض عن النزاعات الملكيه، ما عندنا مشكله، روح انتوا النزاعات الملكيه سووا، بس مو تجون تهددون الناس بين يوم يسوون يشتكون على بيت فردي، على هذا اغتصب قاعنا واستولى عليه. طيب. مره من المرات طلعت لجنه طلعها ما اعرف يعني اجيها طلعها وتفاجئوا قالوا يابا هاي مدينه كامله بها مدارس وبها جوامع وبها مركز صحي وبها محطه مي ومدينه كامله. شنو اسم المدينه؟ شنو اسم المنطقه؟ الدور أبعد. الدور الدور دور الحرس الجمهوري. نعم. ورا المكاسب. نعم، نتمنى بان توصل رسالتك. يعني يا ريت يعني اذا تريدون يعني تحددون يعني لقاء شوف شلون نلتقي نعطيكم الثبوتيات. تقدر ترسل لنا الثبوتيات ومشاكلكم، حتى تقدر بان اذا تريد تصور مقطع فيديو ارسل لنا اياه عبر التليجرام، مثل ما نلاحظ بان اكو رقم تليجرام للتواصل، مثل ما نوه بانه ارائكم واقتراحاتكم صور مقاطع فيديو وثائق اي ما يتعلق بقضيتكم ارسل لنا اياه عبر التليجرام. تحياتنا لك ابو علي. محمد من ميسان، مساء الخير محمد. مساء الخير. تحياتنا لك. نعم محمد، تعال الهواء مباشره. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني محل الحضر الموصولين من الحشد. نعم. الحجران من كل ساعة يوعدونا ما الحجران ما طونا خبر. طاق خبر بشنو؟ يعني قالوا لك إن راح نرجعك؟ أي ضارب 500 نفر والمهندس رجعهم وقدمنا المعاملات والحجران ماكو أي نتيجة. شو كنت قدمت المعاملة؟ قدمت صدق. أخ محمد نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى، الصوت غير واضح، يعني قدمت المعاملة، نتمنى بأن توضح لنا أكثر، نسلط الضوء على بعض الآراء والتعليقات. طه يقول شكرا، تحياتنا لك طه. احنا تظاهرنا عدة مرات أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء،
يطلع علينا واحد ويطلع علينا واحد يقول إن شاء الله راح نعمل لكم كتاب يرسل إلى الوزارات والمحافظات، ولكن لحد الآن ماكو أي شيء. أتكلم عن الأوائل على الكليات المعاهد، نطلب استضافة الأمين العام لمجلس الوزراء. أيضا شوكة، أيضا أبناء الطلبة الثلاثة، أبناءكم الطلبة الثلاثة الأوائل على الأقسام العلمية والإنسانية في الجامعات والمعاهد العراقية المشمولين بقانون 67. نرفع مناشداتنا إليكم من أجل دراسة آلية تنفيذ القانون المشروع من قبل مجلس النواب العراقي ومصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية بالقرار 24/7/2017. نأخذ اتصال ومن بعدها نكمل قراءة التعليق. أبو حسن من تل عفر. ألو. نعم أبو حسن. ألو. تعال الهواء مباشرة أبو حسن. ألو. ألو. أبو حسن نصلي لي صوت التلفزيون اسمعني عن طريق الهاتف. نعم الله عليك. أستاذ العزيز، أني من جماعة المفصول، أني من جماعة المفصولين شرطة الاتحادية. نعم. أريد كل الجماعة المسؤولين بالبرلمان من أهالي تل الأحفر، تعال شوفوا الحالة تل الأحفر. منكوبة والله كل شيء ما بي. نعم. نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال لا مرة أخرى. لا عمل. ننوه بالالتزام بمحور الحلقة وأيضا بأن تنصلنا صوت التلفزيون وتسمعونا عن طريق الهاتف. أبو عباس من بابل مساء الخير أبو عباس. للأسف انقطع الاتصال أبو عباس من بابل. نكمل قراءة الآراء والتعليقات خصوصا بالبث على البث المباشر. أيضا مناشدتنا إليكم من أجل دراسة آلية تنفيذ القانون المشروع من قبل مجلس النواب العراقي ومصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية بالقرار 24/7/2017 ومنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4453 في 17/7/2017 وبموافقة الحكومة التنفيذية تكريما الجهد الاستثنائي المبذول من الطلبة الأوائل ودعما للحركة العلمية في العراق وكسبيل للارتقاء بالوظيفة العامة من خلال إصدار تعليمات تنفيذ القانون التي نصت عليها المادة 9. على مجلس الوزراء إصدار تعليمات تنفيذ القانون وبدوره مجلس الوزراء أوكل الأمر إلى وزارة التعليم العالي كونها هي المعية بالقانون حسب الكتاب المرقم 26583 في 17/8/2017 الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. لذا نلتمس منكم العطف الأبوي بإصدار التعليمات وعرضها في جلسات مجلس الوزراء الأسبوعي والتصويت عليها تمهيدا لتنفيذ القانون لإنصاف شريحة الطلبة الأوائل وعوائلهم. محمد من صلاح الدين مساء الخير. أستاذ عمر تحياتنا لك. رمضان كريم وصحة وسلامة إن شاء الله على الجميع إن شاء الله. بس العفو أنا متصل بيكم عدة مرات على قناة الشرقية وبرنامج الرياضية صادقة. نعم. نصيني صوت التلفزيون. الله يعافيك. هذا صار لي تقريبا 10 سنوات وأخوي صار له 15 سنة وأختي صار لها 7 سنوات. يعني ما قاعد أفهم صورة واضحة محمد، نصيني صوت التلفزيون. نعم وأختي صار لها 2 وكنا على وزارة التربية متخرجين وقبض ماكو ويا أستاذ أسمعك. وكنا على وزارة التربية والتعيينات أخو الخالق وأني شاركنا في القضية على هو بلكت أنت عن طريقك تلقاني. نعم انت عن طريق استلقالنا حيل استلقالنا الشيء عن طريق الوزارات معارفكم بالاطراف الصديقه. يعني نعمل يعني جاهدين في سبيل استحصال الحقوق في سبيل ايصال صوت المواطن ومظلوميه المواطن. وبالتالي يعني يبقى الامر بيد الجهات المعنيه والتنفيذيه وزاره التربيه ووزاره الماليه بتخصيص المبالغ الماليه حتى او اطلاقها للتعيينات.
وفق الضوابط والشروط والآليات اللي المتبعة. خلف من الأنبار مساء الخير. ألو، تحياتنا لك خلف. حبيبي حفظك الله ويرحمك، شلونك؟ جميع إن شاء الله. رمضان كريم إن شاء الله على الجميع. أستاذ العزيز الاسم الكريم. نعم الاسم الكريم. وياك عمر. نعم أخ خلف. وياك عمر، الله يسرك. أستاذ عمر شلونك حبيبي؟ تحياتنا لك. أخوك مهجر من محافظة الأنبار. نعم. ومحوق شلل ولادي، وعلى العكازات امشي، وقعت من على الدرج انكسرت رجلي من الدمك، مربوطه براسه حديد بلاتين. طيب بس اطلب المحانه من وزير الهجره والمهجرين، طرقت بابها صار ست اشهر اراجع عليه على المود المليون ونص مال الحوده. نعم. صرف لي 400 الف دينار، وانا عندي عمليه سالفه مليونين دينار، ولا راتب رعايه عندي. نعم. ولا عندي معين، ولا عندي كل شيء ما عندي. نعم. زين، وهل قبالك يعني انا متأذي هنا ومتأذي والله وساكن ايجار. زين، ما قدمت على الرعاية الاجتماعية؟ ما قدمت الا الفحت، تعبت على الرعاية الاجتماعية، ملت روحي ملت، ما خليت. زين، وقابلت وزير الهجرة والمهجرين يوم الخميس. نعم. والله استاذ قدمت ما طلع اسمي. والخميس انا يم وزير الهجرة والمهجرين استاذ نوفل. طيب. واليوم انطوني 400 الف دينار، انا حصلت 100 الف ومعجل. نتمنى بان توصل رسالتك اخ خلف الى الرعايه الاجتماعيه، خصوصا من اليوم الجميع يشكو من الرواتب او الاطلاقات او التخصيصات للمستفيدين من الرعايه الاجتماعيه المتاخره وعدم اطلاق الاسماء. فبالتالي نتمنى بالاسراع، خصوصا بان هناك عوائل كثيره متضرره بحاجه الى هذه المبالغ الماليه. كفايه من بغداد، مساء الخير. كفاية من بغداد. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. بس أخي على مود الموضوع مال الأوائل. نعم. أنا خريجة كلية التربية قسم جغرافيا. نعم. معدلي 91.12 ثانية على القسم، ورابعة على الكلية. لحد الآن ماكو تعيينات، يعني متخرجة من 2016. يعني إضافة إلى هذا الجانب تركنا جانب التعيينات بخصوص الماجستير، وهاي صار 3 سنين اقدم واني معدلي 91، يعني قلت لك ومن الاوائل ابد حد الان ما يطلع قبولي، يعني حتى يعني لا حظيت فرصه تعيين ولا لا ايضا تعيين ولا، يعني كان هدفي هو حلمي انه اكمل ماجستير. زين، وهاي صار 3 سنين وكل شيء ماكو. 3 سنين، 3 سنين هاي شنو اللي قاعد تشتغلين بيها؟ الو، شنو عملك حاليا خلال هاي ال3 سنين؟ والله هسه انا حاليا محاضره، صار لي 3 سنين يعني هم محاضره مجاني. اولى على الجامعه، اولى على القسم، ورابعه ثاني على القسم. ثاني على القسم ورابعه على الجامعه. اي، ومحاضره ما التربيه. اي، حاليا محاضره. زين، واقدم على الماجستير وما دا يطلع لي، وانا معدلي 91، يعني تطلع وحده معدلها 70 80. شلون؟ والله يعني من اروح اسال واستفسر يقولوا لي هاي المعادله كل ما ارتفع معدلك كل ما نزلت النسبه مالك من 70 على يعني النسبه. شنو هاي المعادله الغريبه بانه المعدل؟ اي والله يعني انا يعني هاي مصدومه، يعني انا من الاوائل متفوقه الحمد لله، يعني هذا كله تحطيم لاحلام الشعب. طيب اي سنه تخرجتي؟ نعم، بيا سنة تخرجتي؟ بأي سنة؟ 2015 2016. زين، ومحاضرة ايش كم سنة؟ صار لي 3 سنين. و3 سنين دا تقدمين على الماجستير؟ و3 سنين اقدم على الماجستير لحد الان ماكو، لا ما دا يطلع قبولي. حتى على احتياط مثلا اذا صار توسعه مقاعد ماكو؟ الاحتياط يعني لازم تشملني توسعه 100%، هي يصير احتياط بس مقعد واحد فقط. زي. مثلا مره من سنه من السنوات من قدمت طلعت احتياط واحد، هاي العام كانوا يقولون انه الكليه لها صلاحيه تقبل التوسعه ام لا، فانا الكليه مالتي بوقتها ما قبلته. جامعه الانبار قدمت العام وما قبلوا التوسعه. ما قبلوا التوسعه. يعني قاعد تقدمين مو بس فقط على بغداد، على محافظات اخرى يعني على جامعات؟ اي
قدمت على جامعة بغداد. نعم. ومرتين هاي سنتين قدمت، وسنة من سنوات على جامعة الأنبار. زين. جامعتك أو وزارة التعليم العالي من ما يخص الأوائل شنو اللي قدمته لكم على مجهودكم على تميزكم؟ نشروا قرار كتاب قالوا إنه تعيين الأوائل على ثلاثة الأوائل على الأقسام. نعم. وثلاثة الأوائل على الكلية. تنسب بخصوص الأول على الكلية. نعم. وفقط إحنا نستونا هاي الشريحة أبد نستونا، يعني حتى لا دراسات ولا تعيين ولا حتى عقود. ولا حتى عقود. وبأي وزارة وبأي مؤسسة؟ ماكو أي 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 مجال. وزارة، وزارة التربية هسه أنا محاضرة على وزارة التربية. نعم. أكيد لأن أنا خريجة التربية. طيب. ولا وزارة التعليم العالي. تشوفين نفسك بأنه بأنه تدرسين في مدرسة كمحاضرة بهذا الكم الهائل من الجهد والتميز والتفوق؟ اي اكيد انا الحمد لله يعني مستمره، ويعني ناس يعني الحمد لله مثل اداره تشهد وهاي، بس يعني شو نسوي؟ هاي نبقى احنا حتى لو هيك شيء يواجهونا نبقى نكافح نقول بس الله، في يوم من الايام يذكرون هاي الناس يذكرون الشعب انه اكو فئه اوائل، اكو يعني فئه مكافحه. احنا نفتخر بكم خذ كفاية وكل متميز وكل مبدع. يا ريت إن شاء الله تطرحنا هذا الموضوع، يعني حتى ماجستير. نعم. يعني كارثة هيك حالة. نعم. نعم. راسلونا عبر التليجرام أو عبر صفحة أغلبية صامتة إن معكم قضاياكم. راسل. ونشكر مشاركتك واتصالك. عناية من بغداد مساء الخير. مساء النور، شلونك عيني؟ تحياتنا لك. الله يخليك. أنا عندي مظلومية ويا القضاء. ويا منو؟ ويا القضاء. ويا القضاء. شغلتي بالقضاء. أنا مقدمين دعوة علي بال2007 مخبر سري تأهيني بأن أتاجر بالمخدرات وبالأدوية، ومصدرين أمر قبض وتحري وما حد طالع وما مخبريننا نهائيا ولا مبلغينا ولا جايين علينا ولا متوقفين دقيقة واحدة، وشامليها بالعفو بدون ألمنا. شامل. أنا هذا صار علي قيد جنائي هسه. على منو؟ أنا وولدي. ألو. يعني انت قاعد تحشين عن نفسك اخت عنايه؟ لو عن نفسي والله عن نفسك. وهذا باقي علي قيد جنائي، قدم التمييز للتمييز البابل رفضوا. نعم. التمييز يقولوا ما بيها غلط، يعني انتم لا لازم عندي انت ببغداد من بابل اخت عنايه من اي محافظه؟ انا حاليا ببغداد، كنت سابقا بالحله. نعم. اي وهاي الدعوه بال2007 صايره ضدي. هسه عندي ابني محكوم اعدام ومشمول بال2016. زين. فمن قدمنا للجنه العفو طلعت علينا قيد جنائي ومشمولين بالعفو مال 2008 انا وولدي اثنين. طيب. واحنا ما عندنا اي علم بيها. تقدم. نعم. هسه اريد الغي العفو، انا ما مقدمه على العفو، انا اريد حسم الدعوه، خلي يقدمون القضاء اذا صرت علينا اي شيء خلي يعيدون محاكمتنا واحنا مستعدين لكل شيء. طيب. بس مو انا يبقى علي قيد جنائي وسمعه مو حلوه. وعلى شيء شنو عملت؟ شنو عملت؟ شنو السبب اللي دفعت الجهات المعنيه والقضائيه بهذه الدعوه بهذا الحكم بتجاره المخدرات او ايا كان؟ اي على قرار 39 زين، غير مثل من صدر امر قبض يطلعون ويتابعون البيت يراقبوا يلزمون عندنا شيء ونتوقف يتحقق ويانا. نعم. هذا كله احنا ما لنا علم به. نتمنى بان توصل رسالتك اخت عنايه من بغداد للجهات المعنية هذا بما يخص القانون العفوي الذي يطلبون به العوائل والأهالي. تحياتنا، نشكر مشاركتك واتصالك. عندنا اتصال آخر. علاء من بغداد مساء الخير. علاء للأسف انقطع الاتصال. علاء من بغداد، نسلط الضوء على بعض الرسائل اللي وصلتنا على صفحة أغلبية صامتة وهاشتاج قانون 67 الطلبة الأوائل في الأقسام العلمية والإنسانية بالجامعات والمعاهد العراقية يناشدون رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بتفعيل قانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم 67 لدعم الحركة العلمية والارتقاء بالوظيفة العامة. هاشتاج العراق، هاشتاج الخريجين الأوائل، هاشتاج مناشدة الحكومة، وهاشتاج قانون 67. وأيضا برسالة أخرى ما يخص هذا القانون، وأيضا يعني نتمنى بأنه أغلب المناشدات تكون بأنه نفس المناشدات نفس الكلمات نفس الهاشتاغات، فبالتالي لكل مواطن قصة، لكل مواطن قضية يمر بمشاكل نتمنى بطرحها، نتمنى بتوضيحها، حتى نتمكن من تسليط الضوء، من تسليط مظلوميتكم للجهات المعنية، وهم ملزمين ومجبورين بتفعيل وتنفيذ هذا القرار
فبالتالي ما كان يشرع وينفذ ويصوت عليه وتوافق عليه الجهات المعنية إذ ما كان هناك احتياج لكم. وهم تقول السلام عليكم، وكنت تتطرقون لمشكلة خريجي كليات القانون، مشكلة الانتماء للنقابة المحاميين أصبحت مشكلة كبيرة على خريجي القانون الجدد أو الخريجين كليات القانون الجدد، أتمنى بأن تراسلين عبر تليجرام أو بصفحة أغلبية صامتة. أم انتظار من بابل، مساء الخير، رمضان كريم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا رمضان مبارك على كل كادر قناة الشرقية، وبركت هذه الجهود الرائعة في الإبداع في كل المجالات وخاصة المجالات الفنية اللي خليت العائلة العراقية يعني تحلق في أجواء سفر رمضان الخالد. نعم. أستاذ عمر، أنا عندي فد موضوع يعني إذا تسمح لي لأول مرة يكون خارج نطاق موضوعكم. تفضلي. أستاذ عمر، أكو هنالك تحايل على القانون تم من قبل متنفذين من أعضاء مجلس النواب على موضوع البطاقة الذكية الجيجارد. نعم. أستاذ عمر، القانون بالنسبة قانون التقاعد يقول إنه لا يتم الحجز على راتب المتقاعد سواء كان مدني أو عسكري إلا فقط لأغراض يعني النفقة الزوجية أو أموال دولة خزينة الدولة. زين. اللي تم يا أستاذ عمر من بعض المتنفذين من أعضاء مجلس النواب حصلوا على عقود استثمارية. نعم. إلى جماعة الجي جارد المحتالين النصابين. طيب. قاموا يهزون على راتب المتقاعد العسكري أو المدني، يطوه بما يتعاملون بالربا، يطوه 10 ورقة يحسبوها 20 ورقة، يطوه 20 ورقة يحسبوها 40 ورقة، وتم الاتفاق على حجز رواتب المتقاعدين من خلال البطاقة الذكية. أموال ربا فاحشة. نعم. أستاذ عمر، حتى بعض المتقاعدين من هم مجنون، من هم لديه زهايمر، من هو غير يعني مؤهل أنه يطلب هذه السلسة. نعم. لكن يا أستاذ عمر هذا عمل الفاسدين. طيب. أنا أوجه من خلال قناة الشرقية كل الخيرين، كل الشرفاء، خاصة إعلامكم الحر، لأنه يبحثون كيف حصل أصحاب بطاقات الجيجارد على هذه العقود الاستثمارية. طيب. وتم الحجز على رواتب الناس الفقراء. أم انتظار. والاستقطاع أستاذ عمر. نعم. يكون مضاعف ثلاثة مرات. أم انتظار، يعني اليوم أكو مصارف. نعم. أكو مصارف معنية قاعد تعطي سلة، في اليوم المواطن أو المتقاعد ليش ده يلجأ للشركات أو المكاتب بأنه يسحب مبالغ قد تكون معتمدة أو قد تكون وهمية؟ أستاذ عمر، السلة موجودة بس كانت قليلة في بدايتها. نعم. وهذا العمل صار لتنكين قبل إصدار السلة وحتى بعد إصدار السلة الرسمية، وبعض الناس تضطر إلى أخذ هذه الأموال من هذه. نعم. الجهات المتنفذة والجهات المعتالة لأن يحتاجون أكثر للعلاج. نعم. قد يكون خارج الإلاج. نتمنى بأن تتواصلين ويانا عبر التليجرام أم انتظار، خصوصا بأنها قضية مهمة ومشكلة كبيرة وإجحاف بحق المتقاعد وسرقة لراتبه وتقاعده وقوده. إذا في الختام مشاهدينا الكرام ننوه بأن نلتقيكم في حلقة يوم غدا موضوع جديد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.